أنا وإذا قلت أنا عبد العزيز أبو منصور، وهذا أنا في العزل الصحي، أو يا ربي لك الحمد، والله كأني في بيتي ولا تغير علي شيء. وسبب مرضي والله سير علي واحد من الربع، مو مساكين مصاب بمرض كورونا، لكن هو ماله خبر ما يدري. وبعدها بيومين ازهموا علي وزارة الصحة، أو رحت يمهم قالوا تعلبي، ورحت يمهم وسووا لي تحاليل وخذوا عينات وقالوا أني مصاب في المرض من عدد من الرجال اللي هو سير علي. والحمد لله الله يجزاك ويجزاهم خير الدكاترة والممرضين والممرضات متابعين حالتي، كل يوم يجوني ويقيسون حرارتي ويشيكون علي، ما قصروا معي الله يجزاهم ألف خير. ويا ربي لك الحمد والشكر، والله إني مرتاح، وهذا أنا إن شاء الله نتغلب على المرض وكلها يومين ثلاثة إن شاء الله بخير وسلامة، وأنا طالعين البيت إن شاء الله متعافي. يا ربي لك الحمد والشكر.